أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: إذا صرفنا من الزكاة لطالب علم واشترى بها سيارة، فهل يجوز له أن يذهب بها إلى أي مكان كالتنزه مثلا، أم أنها مقتصرة على ما يتعلق بطلب العلم للدروس فقط؟ يا أخي، السيارة من الضروريات، من الحوائج الضرورية، الملبس والمركب والخادم، وإذا كان يخدم مثله هذه من الضروريات، والمسكن هذه من الضروريات. السيارة تعطيها إياه ملك له وتصرف فيها، ما تحجر عليه تقول ما تروح إلا للمسجد فقط. أخي عطها إياه، هو فقير محتاج، ومحتاج ان يروح للمسجد، ومحتاج ان يروح للسوق، ومحتاج ان يروح لزياره قريبه، لا تحجر عليه. نعم.